القادم عدنا لكم إلى لحظات التتويج بهذه الرموز بهذا اليوم الختامي لمهرجان سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دارة البلدية والتخطيط في إمارة عجمان ورئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم. نرحب بالشيخ عبد الله بن مايد النعيم مدير مكتب شؤون المواطنين في حكومة عجمان لتتويج الفائزين بهذا اليوم. الشوط الأول الرئيسي الرمز كان حاضرا وخطفت هذا الرمز حمد علي عبيد الكيبالي. أهالي السوان من كانوا حاضرين بهذا اليوم وبأول رموز هذا اليوم مع شوط الأبكار بالتهلات وقدم الشبابية لتكون حاضرة بهذا اليوم وتختطف هذا الرمز مع الكيبالي وتستاهل. أما شوط القعدان الرئيسي وأيضا حضر الرمز لهذا الشعار سيف عبيد عابد المهيري من كان حاضرا وقدم كيفان ليختطف هذا الرمز وهذه البندقية للشوط المفتوح والتوقيت الأفضل في هذا اليوم مع كيفان لسيف بن عبيد بن عابد المهيري من كان حاضرا وتستاهل. أما شوطنا الثالث أيضا للإبكار المتأهلات حضر حميد بن حمد بن خدوم النعيمي من قدم بينونة ليختطف هذا الرمز وهالي الحميدية حاضرين بهذا الانتصار وأيضا أبو حمد يتألق ليختطف أحد رموز هذا اليوم بهذا المهرجان. وتستاهل ابن خدوم هذا الانتصار وهذه الفرحة بهذا الرمز الغالي. أما شوطنا الرابع أيضا حضر شعار الخاصون اللي يقدم لفان راشد بن حالب الخاصون الاكتبي ليختطب أبو حمدان هذا الرمز وهذه البندقية الغالية في هذا اليوم يوم ذروة السنام وناموس أيضا لمحمد حارب الخاصون الاكتبي الداعم الرئيسي لهذا الشعار وابو حمدان من كان حاضرا مع لفان بهذا الانتصار مستحق. وهذه البحايص حاضرين بهذا الانتصار. عاش ابو حمدان يستاهل. ايضا شوطنا الخامس لفئه الصعوبه المفتوح ابكار حضر الشعار محمد بن حمد بن مصبح المسافري وسلام لهالي مشرف في هذا اليوم وهم فنين وقدم الشاهنيه لتختطف احد رموز هذا اليوم اليوم الاستثنائي محمد بن حمد بن مصبح المسافري. اما شوطنا السادس ايضا لفئة الصعوب المفتوح القعدان حضر عالي لحمد راشد بن سيف الشاوي الغفلي ليختطف هذا الرمز وهذه البندقية الغالية في هذا اليوم ويذهب بالسلامات إلى أهالي اللبسة وإلى أهالي الراشدية في هذا اليوم مع عالي لحمد راشد بن سيف الشاوي الغفلي. الناموس ايضا لعبيد بن راد الشاوي الغفلي على هذا الانتصار مستحق. شوطنا السابع ايضا لفئه الصعوب انتاج ابكار حضر الخوار ليقدم اليازي لتكون حاضره وتخطف هذا الرمز خليل بن محمد الخوار النعيمي بهذه المفاجاه التي حضرت مع شعار ابو علي الذي يتالق دائما ليختطف هذا الرمز الغالي وتستاهل يا ابو علي هذا الانتصار وهذا الناموس المستحق مع اليازي. وتستاهل يا ابو علي هذا الانتصار
وهذه الفرحة بهذا الرمز الغالي مع خليل بن محمد أخوار النعيمي وأنجاله بهذا الانتصار مع اليازي وهذا الرمز الغالي. وتستاهل الخوار وسلامي الأحمدية سلام. أيضا شوطنا الثامن وآخر رموز هذا اليوم لفئة الصعوب الانتاج حضر مزاج مع راعي مزاج حمد راشد بن ناي على الغفلي ليختطب أحمد هذا الرمز وهذه البندقية الغالية في هذا اليوم. حمد راشد بن نايع الغفلي مع مزاج وتستاهل يا ابو احمد هذا الانتصار وهذا الناموس. نعم تستاهل يا ابو احمد وسلام لهالي مهذب سلام. حمد راشد بن نايع الغفلي من قدم مزاج ليكون حاضرا بهذا الانتصار وبهذا الناموس المستحق واخر رموز هذا اليوم. تستاهل ابو احمد هذا الانتصار. التالي ناموس لجميع الفائزين بجميع الاشواط متابعونا الاعزاء. هذه اللحظات الجميله التي ينتظرها الجميع. اخر رموز هذا اليوم من مهرجان سمو الشيخ راد بن حميد النعيمي ويوم الختام ويوم ذروه السنام. ايضا الشكر موصول للشيخ عبد الله بن مايد النعيمي مدير مكتب شؤون المواطنين في حكومه عجمان على هذا التشريف والحضور لتكريم الفائزين بهذه الرموز وهذه الفرحة الجميلة بهذا اليوم الاستثنائي. تهنئة موصولة أيضا لجميع الفائزين.